أثارت رعب الولايات المتحدة بظهورها المفاجئ. تحركت من أعماق المياه الروسية المتجمدة دون أن يتم رصدها، وظهرت على بعد كيلومترات قليلة من السواحل الأمريكية تنفث صواريخ مجنحة وبالستية شبحية بسرعة تصل إلى 9 ماخ دون أن يتم اكتشافها، وهي الوحيدة التي تجرؤ على الغوص والإبحار في القطب الشمالي المتجمد وتوجيه ضربات دقيقة لمسافات طويلة تهدد أمن كامل الدول الأوروبية بمنظومتها الصاروخية. فما هي حكاية هذا الكابوس العائم الذي يهدد الوجود الأمريكي بأكثر من 100 رأس نووي؟ الكثير من الخفايا والأسرار نكشفها لك عزيزي المشاهد في هذه الحلقة، تابعونا. وحش بوتين العائم. أرخانجلسك. أرخانجلسك هي غواصة نووية مرعبة من فئة ياسين إم. وجودها قبالة سواحل أي دولة لا ينذر إلا بتدميرها، وهو ما أثار ذعر جنرالات الجيش الأمريكي بظهورها المفاجئ في كوبا التي تبعد كيلومترات قليلة عن سواحل فلوريدا. أرخانجلسك تتسلح بعشرة خلايا إطلاق عمودية من نوع VLS وثمانية أنابيب توربيد، 6 منها بقطر 650 ملم واثنين بقطر 533 ملم، وهم توربيدات تايب 53 وتايب 65، والتي تستخدم ضد حاملة الطائرات والغواصات المتقدمة. يبلغ مداه 100 كيلومتر، ويصل وزن رأسه الحربي إلى 550 كيلوغرام، ويحوي على مواد شديدة الانفجار، ومجهز بنظام استشعار وتضليل الهدف، ويتم استخدامه عن طريق الجيروسكوب. كما تسلح الغواصة بصواريخ B-800 أونيكس ASHM-800P المضادة للسفن، وهو صاروخ كروز أسرع من الصوت مضاد للسفن، ويعرف أيضا في أسواق التصدير باسم ياخونت، ويبلغ وزنه 3 أطنان. ولمهاجمة الأهداف البرية يمكن لغواصة أرخانجلسك أن تحمل صواريخ كاليبر البالغ وزن رأسه الحربي 450 كيلوغرام، وقد يحوي حشوة متفجرة أو رأس نووي، ويصل مداه إلى نحو 4000 كيلومتر، وهو مضاد للسفن والغواصات والأهداف الأرضية. نظرة عميقة على البدن والهيكل الخارجي. تم بناء هيكل أرخانجلسك من الفولاذ منخفض المغناطيسية، وذلك بغرض تقليل البصمة المغناطيسية، ويعتبر حجم الغواصة أصغر من نظيراتها، ولكنها تمتلك قوة نيرانية أكبر. يبلغ طول الغواصة 139 مترا وعرضها 15 مترا، وبوزن 13.800 طن تحت الماء. وتعمل الغواصة بمفاعل ماء مضغوط من نوع KBM، ويوفر المفاعل قوة دفع تقدر ب 200 ميجاوات، وباستطاعة 43,000 حصان. تبلغ سرعتها 37 كيلومترا في الساعة، وهي طافية على وجه الماء، بينما تبلغ سرعتها 65 كيلومترا في الساعة تحت الماء، ويبلغ أقصى عمق لها تحت الماء 850 مترا. وتعتبر غواصة ياسين إم هي الأولى التي تم تجهيزها بمفاعل نووي من الجيل الرابع. كما تمتاز الغواصة بأن لا ضوضاء لها في الماء بسبب عدم التشغيل المستمر لمضخات الدوران الرئيسية، والتي تعد عامل الضوضاء الرئيسي في الغواصة النووية، مما يعيق اكتشافها من قبل رادار المسح الصوتي. تحتاج الغواصة الروسية من طراز ياسين 885 ل90 بحارا لتشغيلها، وبإمكانهم البقاء داخل الغواصة ل 65 يوما دون الحاجة لمغادرتها، ويمكن للغواصة البقاء في وضع الخمول تحت الماء لمدة 45 يوما. كيف ترصد أرخانجلسك أهدافها؟ أصبحت الحرب الإلكترونية الآن عنصراً رئيسياً في عمليات الغواصات، إذ جهزت أرخانجلسك بمناظر تحمل كاميرات عالية الاستبانة يمكنها التبديل تلقائياً إلى وضع الأشعة تحت الحمراء أو الإضاءة المنخفضة. كما تحتوي على كاميرا ملونة عالية الاستبانة، وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء،
وكاميرا انتي بلومينج للإضاءة المنخفضة مع مكافحة التفتح، إضافة إلى قدرات محسنة لمعالجة الصور والتسجيل الفيديوي. ويمكن دمج المنظار أو المئفاق مع هوائيات تحديد الموقع العالمي GPS والحرب الإلكترونية لإجراءات الدعم الإلكتروني ESMEW. كما تتميز الغواصة أنها تمتلك الرادار المتطور من نوع MRKB-59 يورايدن، وتعتمد الغواصة أرخانجلسك على نظام السونار الرقمي آيرتش الذي طوره معهد أبحاث موربيز بريبور، إذ يولد هذا السونار النشط نبضا صوتيا يرتد عند اصطدامه بمسطح صلب، ويتم استقبال إشارة العودة أو الصدى وتحويلها إلى معالج الإشارة لتقييمها. ويمكن للسونار النشط تحديد خطوط الهدف المناسبة، ويمكنه أيضا تحديد المسافة والاتجاه والسرعة عن طريق قياس الوقت المستغرق بين النبض والصدى. ومع ذلك يكشف السونار أيضا عن وجود غواصات الرصد. عيوب قاتلة. تكمن مهمة غواصات ياسين في كونها هجومية بالنظر لاستخدامها ذخائر غير نووية إلى جانب الترسانة النووية التي تحملها، لذا فإن عمليات المواجهة الطويلة أو الاستنفار تستنزف الوقت الذي بمقدور الطاقم قضائه داخل الغواصة، فقدرة الغواصة الزمنية محدودة ب 65 يوم، لذا فإن مغادرتها المياه أو اقتراب سفن الخدمة اللوجستية منها يعرضها لكشف موقعها، خصيصا أن الولايات المتحدة تترقب تحركات هذه الغواصة المخيفة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. وعلى عكس الغواصات الأوروبية والأمريكية، فإن العمق الآمن للإبحار هذا الوحش هو 450 مترا، بينما تستطيع منافستها الأمريكية الإبحار على عمق 800 متر، بغض النظر عن العمق الذي تستطيع الغواصة النزول إليه في حالات الطوارئ. وفي حال حدوث سيناريو مواجهة بين هذه الغواصة، فإن الغلبة وبلا أدنى شك للغواصة التي بوسعها التحرك أكبر في المياه. تاريخ غواصات ياسين أم. تم تصميم غواصات ياسين من قبل مكتب ملاخيت الروسي، وبدأ العمل على تصميمه المبدئي في العام 1977 على أن يكتمل في العام 1985، وتم البدء فعليا في بناء الغواصة الأولى في 21 من سبتمبر 1993 على أن يتم تدشينها عام 1995، بينما تم إدخالها الخدمة في العام 1998، ولكن المشروع تأخر بسبب مشاكل مالية، وقد توقف العمل عن استكمال الغواصة تماما خلال العام 1996. كما تشير بعض التقارير إلى أنه اعتبارا من العام 1999 كان ما تم إنتاجه من الغواصة لا يتجاوز 10%، ليحصل المشروع على تمويل إضافي ليستمر العمل على الانتهاء من الغواصة في العام 2003. وفي 24 من يوليو 2009 بدأ العمل في الغواصة الثانية من فئة ياسين، وتم تسميتها باسم كازان، وتم الإعلان عن تدشين أول غواصة من هذه الفئة وهي سيفيرود فينسك، وبداية التجارب البحرية عليها في سبتمبر 2011. في 26 من يوليو 2013 تم البدء ببناء الغواصة الثالثة نوفوسيبيرسك، وفي 30 من ديسمبر 2013 تم تسليم أول غواصة من سيفيريدو فينسك إلى البحرية الروسية، وقد أقيمت مراسم رفع العلم عليها في 17 من يونيو 2014 بمناسبة إدخالها في خدمة البحرية الروسية. وفي 31 من مارس 2017 تم إطلاق أول غواصة محسنة من فئة ياسين M885M. وأنت عزيز المشاهد، ما رأيك بقدرات غواصات ياسين؟ وهل تعتقد أنها قادرة على فرض حصار نووي على القارة الأوروبية؟